طيب دي احنا عرفنا ان مجاور في ثلاث مناطق وعرفنا دلوقتي الصوره بتاعتها تفصيلا في منطقه اسمها بروتين كودنج ريجن منطقه بتكون البروتين ده في الجين اي جين في منطقه قبل الجين بنسميها اليوتيوب ار او المنطقه سيم ريجن اللي هي منطقه البروموتورز وفي منطقه جوه الجينات المنطقه اللي بيسموها الكتور بيقول ان في بيوكاريوتيك كده
الاثنين دول اكسون، بس ممكن يكون في اكسون او بتعرف انت الالكترونيك سبلايس. انا بس مش عايز اصعب عليك دلوقتي، انت هتروح في المره الجايه. بس عامه دي بيتهيألي اكسون ولا اكسون اكسون اكسون، ودول بيطلعوا بيعملوا في نفس البروتين. لكن المنطقه اللي المفروض دي البروموت اللي هعمل فيها لما احب اعزل هعمل مسار بي سي ار اصمم الفورورد البرايمر بتاعي كده واعمل الريفرس البرايمر بتاعي في المنطقه الحاره دي. واحنا دلوقتي هناخد نفس غرض الناس اللي مش عارفه بي سي ار وهوريكم ازاي بنصمم البرايمر بالفضلات. عشان ده كان او الراس بتاع المسجر الاخر.
طيب انا هيطلع عندي امر نظري قوي، عارفين ليه؟ هيطلع الامر دي عندي من الاول هنا لغايه النوم، لغايه التي في تي في ايه ده؟ خلاص لغايه ده كله هيطلع ايه؟ كل ده هيطلع عباره عن بري ار ان ايه، خلاص؟ بري ار ان ايه. البري ار ان ايه ده هيروح على ايه؟ السبلايسوسوم اللي خدناه المره اللي فاتت. السبلايسوم هيشيل ايه؟ المناطق البيضة دي، هيقصها، هيقص المناطق البيضة دي. طيب من هنا لهنا أول البروموتور ده لغاية الترمينيتور ده دي بنسميها إيه؟ بنسميها السيتيس. للأسف أوبن ريدنج فريم. أوبن ريدنج فريم. أوبن ريدنج فريم. أيوه لو جات لك النهارده عشان أوبن ريدنج فريم اللي هي من أول هنا ده هيقرا المسجر من الار ان اي بلوكيز، هيقرا ده هيعمل نص من اول تي في جي لغايه تي في جي، وهيقول لك بس دي بنسميها اوبن ريدنج فريم او ار تمام كده. طيب سيبني اعرف. طيب بعد كده هيروح الاوبن ريدنج فريم دوت هيبقى على شكل ار ان اي، هيروح الكوبيتي فريم اللي هو هيروح على السبلايسوسوم. السبلايسوسوم هيعمل ايه؟ هيشيل المناطق البيضاء دي كلها ويلزق الكونتاكتيميرز اللي احنا بنسميها الكونتاكتيميرز دي ودي 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 بنسميها كونتاكتيميرز اللي هي الكنترول والاكسون والاكسون الابيض ده هو الابيض ده هو الانترون. المناطق دي دي الاكسون كونكاتيميرز يعني كونكاتيميرز، عشان كده انا كاتب كونكاتيميرز يعني سميها حته ثانيه كده ورا بعض، لما يلزقوا بعض بنسميها ايه؟ سيريس. سيريس. ايوه اللي هو ده. سيمتري دي ان ايه صح؟ سيمتري اللي هو هو دي هو ده الدي ان ايه اللي هو الدي ان ايه مكمل بيسموه ده الدي ان ايه مكمل. اللي هو سي دي اس اللي هي بقى عباره عن ايه؟ اللي هو بيتنقل فعلا بيتنقل فعلا في اللي بيطلع بروتين فعلا اللي هو مكمل الاكسونات دي مع بعض دي بنسميها سي دي اس. دي سي دي اس اللي هو كومبليمنت دي ان ايه؟ دي ان ايه؟ كودينج دي ان ايه؟ كل حته من دي قبل ما تتلزق اسمها كونتراكتور. ايوه لما تلزقوا بعض كلهم بقى اسمها